بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم في حصة أخرى من حصص مادة التاريخ والجغرافيا الموجهة لمستوى الأولى بكالوريا جميع الشعب العلمية والتقنية. حصة اليوم سنخصصها للدعم استعدادا للامتحان الجهوي إن شاء الله، وسنركز من خلالها على الاشتغال على وثائق في مادة التاريخ. نشير في البداية، وكما هو معروف، أن مضمون ومحتوى الامتحان في مادة التاريخ والجغرافيا بالنسبة للثانوي التأهيلي يتشكل من وضعيتين: الأولى وضعية اختبارية قائمة على الاشتغال بالوثائق في إحدى المادتين، أي إما في التاريخ أو الجغرافيا، وتكون هذه الوثائق عبارة عن نصوص أو رسوم بيانية أو خرائط أو جداول، صور، خطوط زمنية إلى غير ذلك. الوضعية الثانية هي وضعية اختبارية قائمة على إنتاج موضوع مقالي في المادة الأخرى. قبل تناول مثال للاشتغال على وثائق، نشير أن الأسئلة المرفقة بها تطرح على الشكل التالي، مصحوبة بعناصر أو بسلم تنقيط عفوا، مع مراعاة الأطر المرجعية طبعا، وكذلك أدوات النهج التاريخي وهي التعريف والتفسير والتركيب. بالنسبة للسؤال الأول، يضع التلميذ من خلاله الوثائق في سياقها التاريخي أو إطارها التاريخي، وتخصص لهذا السؤال تقريبا نقطة ونصف. السؤال الثاني، يحدد من خلاله التلميذ معاني بعض المفاهيم والمصطلحات الواردة في الوثائق، وتخصص لهذا السؤال نقطة ونصف أو نقطتين تقريبا. ثم في السؤال الثالث، يستخرج معطيات تاريخية من الوثائق، 3 نقاط كما هو معروف. ثم في السؤال الرابع، يركب الفكرة الرابطة بين الوثائق، 2 نقاط. وأخيرا ينتج فقرة بالاعتماد على المكتسبات المعرفية، وتخصص لهذا السؤال 2 نقاط كذلك. إذن أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، نقترح عليكم نموذج لوثائق مرفوقة بأسئلة سوف نجيب عليها بحول الله. يجب على التلميذ قراءة هذه الوثائق أكثر من مرة حتى يستوعبها ويسهل عليه الإجابة على الأسئلة المرافقة لها. سوف أقوم بقراءة الوثيقة الأولى وهي عبارة عن نص. ويفرق مؤرخ الفكر الاقتصادي بين نوعين من الاشتراكية: الاشتراكية الخيالية والاشتراكية العلمية أو الماركسية. فقبل كارل ماركس لم يكن الداعون إلى الاشتراكية يؤسسون دفاعهم عنها على منطق وتحليل ودراسة، وقد سمى ماركس نظريته باسم الاشتراكية العلمية تمييزا لها عن الاشتراكية الخيالية، لأنه حاول عن طريق التحليل العلمي أن يظهر أن النظام الرأسمالي سيقضى عليه نتيجة للتطور التاريخي وستحل محله الاشتراكية. النص مأخوذ من تاريخ الفكر الاشتراكي لصاحبه لبيب شاقر، صفحتين 195-196. الوثيقة الثانية عبارة عن جدول
موضوعه التحالفات الاستعمارية ما بين 1879 و 1907. كما تلاحظون هناك السنوات والأحداث. سنة 1879 توقيع التحالف الثنائي بين ألمانيا والنمسا. سنة 1882 تشكيل التحالف الثلاثي النمسا المجر ثم ألمانيا وإيطاليا. 1893 المصادقة على اتفاقية عسكرية بين روسيا وفرنسا. وفي سنة 1904 عقد وفاق ودي بين فرنسا وإنجلترا. وأخيرا في سنة 1907 تكوين الوفاق الثلاثي الفرنسي الإنجليزي الروسي. هذا الجدول مأخوذ من كتاب منار التاريخ والجغرافيا السنة الأولى من سلك البكالوريا صفحتين 29 و 30 بتصرف. الوثيقة الثالثة عبارة عن نص سأقوم بقراءته. فوجئت فرنسا بحادث التدخل العسكري الألماني في المغرب، حصار ميناء أكادير سنة 1911، خاصة وأن الحادث وقع في وقت دقيق. وحاولت فرنسا أن تحصل على تأييد بريطانيا وروسيا وإيطاليا والنمسا، لكن الحكومة البريطانية اكتفت فقط بتأييد دبلوماسي ونصحت فرنسا بالتفاوض. أما روسيا فلم تتعدى بدورها الإعراب عن قلقها من الحادث، ودعت الدولتين بالتفاهم، ودعت كل من النمسا وإيطاليا إلى إنهاء المسألة المغربية من العلاقات الدولية. النص مأخوذ من كتاب المغرب في مواجهة التحديات الخارجية لصاحبه علال خديم، إفريقيا الشرق البيضاء صفحة 128. ننتقل بكم إلى الأسئلة المطروحة. السؤال الأول، ضع الوثائق الثلاث في سياقها التاريخي، أي الزمن والمكان والموضوع، نقطة ونصف. اشرح تاريخيا ما يلي: الاشتراكية، التحالفات الاستعمارية، الوفاق الثلاثي، نقطة ونصف. ثم في السؤال الثالث، استخرج من الوثائق ما يلي: ألف، من الوثيقة واحد، الفرق بين الاشتراكية العلمية والاشتراكية الخيالية. ب، من الوثيقة اثنان، الأحلاف المنبثقة عن التحالفات الأوروبية قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى. ج، من الوثيقة ثلاثة، مواقف القوى الأوروبية من الصراع الفرنسي الألماني حول المغرب. ثلاث نقط. ثم في السؤال الرابع، ركب الفكرة الرابطة بين الوثائق الثلاث، نقطتين. وأخيرا اكتب فقرة توضح فيها تطور الأزمات المغربية التي مهدت للحرب العالمية الأولى، كذلك نقطتين. ننتقل بكم أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات إلى عناصر الإجابة. بالنسبة للسؤال الأول والمرتبط بالسياق التاريخي أو الإطار التاريخي للوثائق، فتقبل الصيغتان إما المفككة أو المدمجة، واحدة منهما فقط، مع تفادي كتابة فقرة فقط سطرين أو ثلاث سطور. بالنسبة للصيغة المدمجة للوثائق التي أمامنا، ما يفيد أو كمثال، تندرج الوثائق الثلاث في إطار التحولات الفكرية ومظاهر التنافس الإمبريالي التي عرفتها دول أوروبا الرأسمالية خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. أو الصيغة المفككة، الزمن خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، المكان دول
أوروبا الرأسمالية، الموضوع التحولات الفكرية ومظاهر التنافس الإمبريالي بين القوى الأوروبية. السؤال الثاني، تعريف المصطلحات. تقبل كما هو معروف كل التعاريف التي لها مدلول واضح ومؤطرة زمنيا ومكانيا. بالنسبة للاشتراكية، فهي فكر اقتصادي ظهر بأوروبا خلال القرن التاسع عشر، نادى رواده بالملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، وتصنف إلى نوعين، اشتراكية علمية واشتراكية خيالية. التحالفات الاستعمارية، الأحلاف العسكرية التي تشكلت بأوروبا خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وشملت نظام الأحلاف الألماني ونظام الأحلاف الفرنسي. بالنسبة للوفاق الثلاثي، فهو تحالف عسكري تأسس سنة 1907 ويضم دول فرنسا وإنجلترا وروسيا. بالنسبة للسؤال الثالث، استخراج المعطيات التاريخية الواردة في الوثائق. يجب على التلميذ قراءة الوثائق أكثر من مرة كما سبقت الإشارة. بالنسبة للوثيقة الأولى، الفرق بين الاشتراكية العلمية والاشتراكية الخيالية، أن رواد الاشتراكية الخيالية لم يؤسسوا نظريتهم على منطق وتحليل ودراسة، عكس رواد الاشتراكية العلمية ومنظرها كارل ماركس الذي أسس نظريته عن طريق التحليل العلمي، وأكد على أن النظام الرأسمالي سيقضى عليه نتيجة التطور التاريخي. من الوثيقة الثانية، الأحلاف المنبثقة عن التحالفات الأوروبية قبل الحرب العالمية الأولى. التحالف الثلاثي ويضم ألمانيا والنمسا، المجر وإيطاليا، ثم الوفاق الثلاثي ويتكون من فرنسا وإنجلترا وروسيا. بالنسبة للوثيقة الثالثة، مواقف الدول الأوروبية من الصراع الألماني الفرنسي حول المغرب. فبريطانيا اكتفت بتأييد دبلوماسي ونصحت فرنسا بالتفاوض، وروسيا أعربت عن قلقها من الحادث ونصحت الدولتين بالتفاوض، كما أن النمسا وإيطاليا دعتا إلى إنهاء المسألة المغربية بالعلاقات الدولية. بالنسبة للسؤال الرابع، والذي يتعلق بتركيب فكرة أساسية للوثائق، فهو مهم جدا على اعتبار أنه يحيل إلى الخطوة الرابعة من خطوات النهج التاريخي. فعلى التلميذ بذل مجهود وربط عبارات تفيد التركيب. والفكرة الأساسية للوثائق التي أمامنا يجب صياغتها بما يفيد التطورات الفكرية بأوروبا وبعض مظاهر التنافس الإمبريالي بين دولها قبل الحرب العالمية الأولى. وأخيرا في السؤال الخامس، على التلميذ كتابة فقرة توضح الأزمات المغربية التي مهدت لاندلاع الحرب العالمية الأولى. فيجب على التلميذ أن لا يتجاوز في هذه الفقرة من 5 إلى 6 سطور تقريبا، والفقرة التي أمامنا مثال لذلك.
قامت الأزمة المغربية الأولى سنة 1905، حيث قام الإمبراطور الألماني غيوم الثاني بزيارة للمغرب، رفض من خلالها النفوذ الفرنسي به، وأكد عزمه على حماية المصالح الألمانية بالمغرب. أما الأزمة المغربية الثانية والتي امتدت ما بين 1908 و1909، فكادت أن تتطور إلى صراع مسلح بين فرنسا وألمانيا في المغرب، وانتهت بصدور تصريح مشترك يلتزم فيه الطرفان بالحفاظ على الأمن وعدم المس بمصالح كل منهما للآخر. وخلال الأزمة المغربية الثالثة 1911، قامت ألمانيا بإرسال بارجة حربية إلى أكادير بذريعة حماية مصالحها، وانتهت الأزمة بتنازل فرنسا عن جزء من الكونغو لصالح ألمانيا مقابل تنازل هذه الأخيرة عن أطماعها في المغرب. وشكرا لكم أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، على حسن الإصغاء والمتابعة.